ما هو لازم هنا يعني نتوقف على انجاز على تشكيله اللجنه واعضاء اللجنه، لان ده ليه دلاله ان هذا التمثيل الواسع ومختلف الاطياف سواء القانونيه او الحقوقيه، وكل من يعني يقدر ان هو برضو يعني يسري عمل اللجنه. كلمنا عن ده وازاي يعني بتشتغل وطريقه العمل واليتها عامله ازاي. في البداية تشكيل اللجنة كان بقرار من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اللي أنا بتشرف بوكالتها. اللجنة بتضم في عضويتها مجلس الشيوخ، بتضم في عضويتها مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة العدل، وزارة المجالس النيابية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، مجلس الدولة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين لأول لأول مرة مرة. تشارك داخل مجلس النواب، لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من مجلس النواب. وأتمنى أن أكون ما نسيتش حد. مقرر اللجنة هو مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون القانونية والدستورية معانا. والحقيقة في أول يوم لانطلاق عمل اللجنة الفرعية كان حريص دولة رئيس مجلس النواب على الحضور بنفسه وتوجيه الإرشاد للجنة وتوجيه النصيحة للجنة باعتباره أحد أهم القامات القانونية والدستورية في الوطن العربي مش في مصر بس. طبعا. وقال خدوا بالكم ده دستور تاني للحقوق والحريات العامة للمصريين، يجب أن يناسب الجمهورية الجديدة ويتفق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد الرئيس عام 2021. دققوا من الناحية القانونية والدستورية، وأيضا دققوا باللغة العربية، يجب أن يصدر قانون يليق بالجمهورية الجديدة. ده كان في أول جلسة لعمل اللجنة الفرعية. والحقيقة واجب علي وعلى كل أعضاء اللجنة الفرعية أن نشيد ونوجه الشكر لدولة رئيس مجلس النواب على دعمه الدائم ومتابعته لكل حرف وسكنة وعبارة وفقرة ومادة تم تدقيقها، حتى أنجزنا أكثر من 90% من مواد المشروع القانوني المتكامل اللي كان أحد ثماره ما عرض وما يسمى باستئناف الجنايات على الجلسات العامة، نتيجة أن هذا التزام دستوري ومرتبط بمواعيد تمام. المجلس والحكومة وكل مؤسسات الدولة كانت حريصة على إنجاز هذا الالتزام الدستوري. يبقى عدد قليل من المواد يجب احنا تدقيقها خلال الأسابيع القادمة. بنسبة قد ايه؟ 90% لغاية دلوقتي؟ أكثر من 90%. عدى كام يوم؟ فأكيد يعني أكتر شوية. لسه يعني احنا كانت الجلسات العامة شغالة الأسبوع الماضي. تمام. زي ما قال السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، اللجنة الفرعية أوشكت على الانتهاء. انفراد لحضرتك، ان شاء الله هننتهي خلال اسابيع من المشروع المتكامل، يعني باقي المواد القليله اللي سيتم تدقيقها، حتى نكون جاهزين يعني بدور الانعقاد ده للعرض في دور الانعقاد الحالي ان شاء الله يتم على الجلسات اقراره ان شاء العامه، الله. ويكون ده هديه جديده للمصريين تليق بالجمهوريه الجديده التي يؤسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.